السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن النجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب الثاني من موقع الأوفر فان. هو كان قفل وفتح تاني وعمل تجديد، بس الموقع شغال زي ما هو، مفيش أي تغيير فيه. إحنا متعودين مع الموقع ده إن هو كل فترة، كل شهر شهر ونص، بيقفل ويفتح تاني ويبتدي يجدد من نفسه. ده شيء طبيعي في أغلب المواقع اللي موجودة على الإنترنت. هندخل نعمل إثبات السحب التاني من الموقع وناخد جولة سريعة فيه. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل على الموقع بتاعنا النهاردة الاوفر فان. الموقع شغال لي 4 ايام دلوقتي من ساعة ما جدد نفسه من الاول تاني. هنبتدي نعمل تسجيل دخول في الموقع. انا معايا حوالي 15 روبل، هنبتدي ان احنا نسحبهم دلوقتي وناخد جولة سريعة في الموقع. بعد كده هناخد المبلغ ده نسخ، وهنضغط هنا سحب الأموال. هيبتدي يحولنا على الصفحة دي متسيف فيها الباير. هنبتدي نكتب هنا 15 روبل وندوس يصرف علشان يعمل السحب بتاعنا. بس قبل ما ندوس يصرف هنروح على الباير عشان اشوف انا معايا ايه. انا اخر حاجة وصلاني على الباير 126 روبل. هنعمل ريفرش مع بعض. 126 ريفرش تاني. هنروح على الموقع بتاعنا وندوس يصرف ونقول بسم الله. بالفعل دفع اخواننا اهوت. هنرجع تاني على التاريخ هنا علشان نشوف هل بالفعل نزلت ولا لأ. نزلت بالفعل اهي، ادي 15 روبل. هنرجع على الباير بتاعنا علشان نتأكد منه، ادي 126. هنعمل ريفرش مع بعض. ادي وصلت ال15 اهيت، وهنا اثبات السحب. هندخل عليه هنلاقي هنا اسم الموقع الاوفر فان، وادي 15 روبل. هنبتدي دلوقتي ناخد جولة سريعة في الموقع. اول حاجة حابب اقولها، اي حد عايز يستثمر في الموقع يستثمر على مسؤوليته هو الشخصية، دي اول حاجة. تاني حاجة، حضرتك عايز تعمل ايداع وحابب تعمل ايداع، هتبتدي تروح على حساب التعبئة وتضغط عليه، هيحولك على الصفحة دي من السيف فيها الباير. هتكتب المبلغ اللي انت عايز تعمل له ايداع في الموقع وهتدوس فوق. هيبتدي يتحول المبلغ معاك في رصيد الشراء هنا، مش هيدخل في حساب اي صياد من دول غير لما حضرتك تروح هنا على الصيادين. هتضغط عليها هيفتح لك تحت صفحة تانية موجود فيها 2 صيادين. الصياد الاول في 24 ساعة بيديك 110% من ايداعك. الصياد التاني في 12 ساعة بيديك 150% من الايداع بتاعك. هتبتدي طبعا تكتب المبلغ بتاعك اللي انت عايز تعمل له ايداع هنا، وموجود فوق في حساب الشراء او رصيد الشراء، وهتدوس فوق علشان يتحول من رصيد الشراء للاستثمار وتبتدي 24 ساعة جديدة في الاستثمار. طيب حضرتك موجود معاك رصيد بالفعل هنا في حساب السحب، بس مش عايز تسحبه، عايز تدخل مثلا جزء منه على الاستثمار. هتبتدي تروح على سحب الاموال، هيفتح معاك الصفحة ديت اللي احنا سحبنا منها هي. هتنزل لتحت شوية هتلاقي في خانة تانية هي موجودة اللي هي التوازن الاخراج. هتبتدي تكتب المبلغ اللي انت عايز تستثمر بيه وموجود معاك هنا، او تكتب جزء منه وتبتدي ان انت تقول تبادل، وتبتدي ان انت تقول تبادل علشان يتحول من رصيد السحب لرصيد الشراء. وبعد كده هتروح على الصيادين وتبتدي تعمل خطوات الايداع بتاعك عادي خالص، مفيش اي مشاكل. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.